لا بقى الهيد بقى هنا اول ما لفيته هنا الهيد ماشي عشان كل غد ايه الكثافه بتاعته تختلف عن التشكيل قال لك هيد مش الضغط الهيد بيعلى في الوعاء عن الايه؟ عن الكمبريسور وبالتالي الضغط بيعلى في الوعاء عن الايه؟ عن الضغط اللي طالع من الكمبريسور فيحصل ايه؟ بقى الضغط عالي وضغط السرايات هيتغير ايه؟ هيحصل باك فلو ولا لا؟ ماشي هيحصل باك فلو عشان الضغط ارتفع ماشي يا راجل مفهومه؟ الباك فلو ده لما يحصل باك فلو يعني خدت شويه فلو من ايه؟ من الدعاء اذا انا ايه؟ قللت الممنعه. هيبدا من اول الصفر ده يا ضيف تعالي. الكميه تخش ها؟ الكميه اللي انا خرجت دي تخش دخلت بقى تخش تمام؟ وطب ها؟ يبقى عامل ازاي؟ حمايه؟ هقول لك اعمل ايه؟ ما انا هقول دلوقتي في اجهزه حمايه وبعدين لان انا في بعض الاوقات هو بيديني كميه قد كده وانا مش عامل ريجوليتور للكميه بالنسبه للسنترفيو ولا الكميه كنت بنتحكم فيها في الضغط الترددي كنت بعمل 75% و50% و75% فاهمين؟ لكن في ده مفيش تحكم في الكميه وانا الكميه اللي هاخدها اقل من الكميه اللي بيديها فبتحصل عامل ستريتش. لان انا بقدر اتحكم في الكميه ده طرق معينه. يبقى انا دي ما اقدرش اتحكم فيها ولكن هتحكم في العيب. العيب اللي جاي عندي السيرش ده ازاي اخليه ما يظهرش. فكر معايا انت. انا مش عايز اقول لك عشان ما تفوتش. فكر انت كلام الانجينير. انا عندي بيظهر امتى؟ مش لما الضغط عندي يعلى في ضغط الطرف. نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه ما بنت على خط الطرف يبقى انا بفرغ الطرف اهو ادي الطرف كده اهو بنعمل بنت ادي ولاد الضرب اهو وادي السحبه اهي ادي السحبه اهي وادي الطرب اهو طرد النهائي ونيجي هنا بنعمل هنا مركب هنا حاجه ايه؟ اسمه فين؟ ها؟ طب الفنت ده طب لو غزاه المقدم ما يولعش الدنيا ما حدش ما حدش ولا غالي ولا دي كلام ده في الضغط الاول سنترفيوجل اير كومبريسور سنترفيوجل اير كومبريسور طب في حاجه الغزاه بقى اي برافو عليك نعمل حاجه اسمها باي باس اللي يطلع من الطرد هنا نوديه فين؟ عن طريق ايه بقى؟ طب على ما يجي هنا هيطلع هنا سخن هيسخن المرحله هنا يقوم نعمل ايه؟ نركب حاجه اسمها ايه؟ برافو عليك ما شاء الله تبقى اشطر مني ما شاء الله عليك هنا لازم نركب ايه؟ هذا موضوع السيرش اللي الدنيا كلها بتقلب عليه اي ضوابط حجمها كبير موجوده في المواقع لازم الدكتور يشتغل اما انت واقف ورايح للمعد طب هيعملها لا هو انا اخد منه وقت انا عاوز ايوه ما انت مش هيحصل بقى مفيش ممانعه في كلوز ديجيتال كلوز سيستم واحد ايوه تمام او المنطقه اللي ناخد من الوعاء اقل من كميه الضغط اللي طالعه مش شرط فاهمني يا ريس الاول ايوه ايوه في ممانعه برضه لان انا بسحب اكتر ما بديله فبيخش له اكتر فبيبتلى ليه بديك 10 جنيه باخد منك جنيه في اليوم فانت اليوم اللي بعديه تبقى كام؟ تبقى 9 جنيه ولا تبقى 18 جنيه انت عمال تزيد فاهمني؟ أو
عملت ايه كده؟ انا قلت لك ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيعمل اول معين ممكن اعمل كنترول ان انا اوقف الضغط عندي ضغط معين هنا ممكن بالضبط كده ودي موجوده فعلا بس انا بتكلم على وقعه او حادثه او عيب موجود في السنترفيوجا ايه هو بيظهر امتى وكلام فلابد احكي لك الحكايه دي معايا ماشي فلما تشوفها او تحسها لا اي نوع دايناميك يا جماعه اي بوز دخلنا ضوابط عائلتين العائله البوزيتيف ديسبلسمنت نو خلاص فيها ستيرش بيحصل في الدايناميك كومبريشن او اللي هي فكرتها زي ما قلت لك تسبيح جزيئات اي اللي فيها البليد اي اللي فيها المرابط ماشي ها زي ايه هو ده ضغط مش كده ثلاثه مفيش رابط الثلاثه وهم السنترفيوجا كومبريسور وبعد كده بتقول عليه ريديال فلو كومبريسور او الاكسيال كومبريسور او الميكست فلو كومبريسور ماشي يا ريس هم الثلاثه دول بس هو حد يجي يقول لي بيحصل في الجو ولا في الـ ماشي طيب عايز ابص بقى للمين بارتس بتاعه ايوه هو ممكن يستخدم ايه العشاء لو ما تيجي نكمله ايه رايكم؟ ايه رايكم بقى؟ افضل برضه نيجي نكمل المين بارتس قول عايز ايه؟ انا طبعا اتشرفت بلقائكم وبعتقد محاضره في الضواغط كان هذه المحاضرة كان مضمونها صيانة الضواغط وكان بيتكلم الموضوع على نوعين مهمين جدا من انواع الضواغط كان النوع اللي هو الترددي اللي هو الريسيبروكيتنج كومبريسور والضواغط الديناميكية وبالاخص اللي هي السنترفيوجال كومبريسور اتكلمت في الاخر برضو على المشاكل الرئيسيه اللي بتقابلني في الضوابط زي موضوع السيرش بالنسبه للسنترفيوجال كومبريسور نتكلم على ازاي بنعمل ريبليس او ازاي بنعمل ريبير لكل قطعه غيار للمعده انا في منتهى السعاده وانا كنت بينكم بصراحه لقيت تجاوب وحضور وشغف بالنسبه للمحاضره فانا بشكركم ان انتم كنتوا في منتهى الانصات احنا مسحنا المحاضره وبالتالي يبقى احنا على الاقل تغلبنا على عدم تواجد الناحيه العمليه في الوقت الحالي ان احنا نحمل يوتيوب نحمل فيديو معين خاص بجزء معين وافهمه كويس جدا وما على الاقل احضر انترفيو احضر احكي الراجل اللي هو بيعمل معايا الانترفيو واتكلم على المكنه واشرح له وباذن الله هتكون فعلا زي الانسان اللي جوه او المهندس اللي موجود جوه الشركات ربنا يوفقك باذن الله ونشوفك دوام تاني باذن الله شكرا احب اكلمكم عن لجنه التاديب بنقابه المهندسين بالاسكندريه لجنه التاديب بدات من سنه 2012 مع المجموعه الجديده المنتخبه في النقابه وبدانا الحمد لله رب العالمين باهداف ان احنا نحاول نسد الفجوه الخاصه بالناحيه العمليه للمهندسين وكانت المشكله عندنا ان احنا يبقى في تطبيقات عمليه التطبيقات العمليه دي ان احنا نحاول نوفر تدريب عملي داخل الشركات والمصانع طبعا دي كانت مشكله الواقع اللي احنا فيه من حيث الناحيه الامنيه والمظاهرات والمطالبات الفئويه دي كلها خلتنا مش قادرين ان احنا نعمل تطورات تدريبيه داخل المصانع والشركات فبدانا نحن نجيب مهندسين وخبراء من داخل القطاع الصناعي هم اللي يدوا دورات تدريبيه للمهندسين في تخصصاتهم المختلفه والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا غطينا دورات كتيره جدا للاقسام المختلفه لكليات الهندسه لقسم اتصالات لقسم ميكانيكا باور لميكانيكا حاجات خاصه بالكمبريسور حاجات خاصه بالبي ال سي
طبعا الدوات دي كلها دي ما يمنعش ان انا بطلب برضك ابناء المهندسين الطلاب ان يكون عندهم نوع من التطلع حتى من خلال موقع اليوتيوب في فيديوهات لحاجات عملية وتوضيح باتكل للي بيحصل في المصانع. فأنا كمهندس ما قدرتش ان انا اوصل اخد دوات عملية في مصانع وشركات، ما فيش ما يمنع ان انا ادخل على اليوتيوب وافتح النقط اللي انا عايزها، سواء ضواغط سواء حاجة خاصة بالالكترونيكس حسب تخصصي، وادور على الحاجة اللي انا عايزها واحاول اشوف الفيديو الخاص بالحاجة دي وافهم كويس جدا الكونسبت بتاعه وافهم كله، بحيث ان انا لو ما اجي اعمل انترفيو للشغل اكون انا فعلا بدأت كونت عندي فكرة عملية اقدر اوصلها للراجل اللي بيعمل معايا انترفيو. الحاجة التانية بإذن الله المهندسين في مصر لهم مكانة كبيرة جدا جدا بفضل الله على مستوى الدول العربية كلها. أنا بطلب منكم أن يكون الناحية التطلعية والبحث ومحاولة معرفة ما هو جديد وإيه اللي بيتم في المصانع والشركات وده بيديني دافع أن بعد كده بأمر الله أكون أنا من محضة أي حاجة أو أي دولة أو أي شركة طلبة أقدر أروح وأقدر أعمل لقاء، وأنا الحمد لله رب العالمين عندي خبرة كويسة جدا جدا، عندي فكرة عن الموضوع، مفيش فجوة بين الناحية النظرية والناحية العملية، أنا أربطها بأكتر من دورات عملية، والوقت اللي احنا فيه ده وقت يعني أعتقد أحسن وقت إن أنا أعمل الموضوع ده. عموما أتمنى لكم بإذن الله كل توفيق، واتمنى بامر الله نقابه المهندسين من خلال لجنه التاديب ان هي تقدم لكم ما هو جديد ومفيد لكم في تخصصاتكم المختلفه. شكرا واشوفكم على خير.